معنا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار أهلا وسهلا بك معنا. يعني هذا القرار الذي قدمته لبنان، وطبعا لبنان كدولة من ضمن دول أخرى هي تعاني بالفعل من عدم وجود أو حصولها على اللقاحات اللازمة للوصول إلى مستهدفاتها، دقت ناقوس الخطر، وهي بالفعل مطالب يعني دولية بالتوزيع العادل، ولكن بعد موافقة 180 دولة، هل برأيك هذا ممكن هذا الأمر؟ هل وصلنا أخيرا إلى الحل؟ أحييك وأحيي فريق العمل في قناتكم، كل من يتابعنا. مع الأسف لم نصل إلى الحل، يعني بالرغم من وجود 180 دولة في هذا الموضوع، وبالرغم من التعهد السابق بأن يؤمن كوفاكس اللقاح لحوالي 200 دولة أو لحوالي 20% من سكان العالم، نلاحظ أنه كما كان الأمر بان الأقنعة أو الكمامات، هناك الآن حرب حول اللقاح حتى داخل الدول الأوروبية، ما بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، داخل أيضا كل المجموعة الدولية. يكتفي بايدن ويقول أنه تبرع كذا بمبلغ ملياري دولار لكوفاكس. الصين حيث انطلق منها الفيروس لم تصلنا أخبار عن تبرعاتها لهذه المنظومة. أيضا روسيا تشهر ذلك حسب الأوروبيين كسلاح. إذن بدل أن يكون تفشي هذه الجائحة، هذا الوباء، فرصة لتعاون عالمي فعال، نلاحظ أن هذا التنافس وراء ذلك يحرم الأكثر فقرا والأكثر عوزا من وصول اللقاح، وهذا يهدد الإنسانية، لأن محاصرة هذه الجائحة يجب أن تتم أينما كان، فقط الدول الغنية والقادرة. طيب دكتور خطار، استئثار الدول عالية الدخل بحوالي نصف الإنتاج، هذا بحسب التقارير الدولية، يعني حوالي 54%، رغم أنه هذه الدول تعداد سكانها 16% فقط من تعداد السكان العالمي، هذا الاختلال الواضح هل سيؤدي إلى إطالة أمد الجائحة؟ نعم، يعني إلى حد أن السيد رئيس مايكروسوفت سيد بيل غيتس الذي كان من المتوقعين لهذه الجائحة، تكلم عن نهاية لها في الدول الغنية والدول القادرة نهاية 2022، لكن كان مبهما عندما تكلم عنها في إفريقيا أو أماكن أخرى. نعم، نحن أمام تحدي كبير، لأن الاقتصاد العالمي لن يصمد. مجرد التأخير في أوروبا لوحدها، هناك تقديرات أن تأخر أوروبا في استراتيجية التطعيم لمدة 7 أسابيع ستكلف دول الاتحاد الأوروبي 123 مليار يورو، تصوروا الرقم. فرنسا لوحدها في العام 2020 تكبدت خسائر وتداعيات لكورونا بحدود 160 مليار يورو. الاقتصاد العالمي سينهار، الصحة ستنهار، إذا لم يكن هناك من سرعة في تأقلم استراتيجيات التطعيم مع الحاجات العامة، وهذا مع الأسف لم يحصل حتى الآن. هل هناك بدائل دكتور خطار يمكن الحديث عنها؟ يعني هناك من طرح فكرة أنه تعميم المعلومات الطبية الخاصة بصناعة اللقاحات لكي تتمكن الدول الأخرى من تصنيعها، طبعا مع تعويض المصانع أو الشركات المصنعة، وبالتالي إمكانية أو إتاحة تصنيع هذه اللقاحات في عدد أكبر، ويعني معالجة القصور الحاصل الآن في مسائل الإنتاج. لماذا لم يدعم هذا المقترح برأيك لو كان فيه الحل؟ بالطبع هذا هو الحل، نقل تقنية المعلومة، إتاحة المجال للتصنيع في دول أخرى، حتى الهند الدولة في النهاية التي إمكاناتها كبيرة تمنع الآن وصول اللقاح إلى إفريقيا بحجة الأنانية الوطنية أو الأولوية للدول ذاتها المنتجة للقاح، تضع إشكالية كبيرة أمام الجميع. من دون إذن نقل التقنية والسماح بالتصنيع، ومن دون أيضا ربما إنتاج أنواع جديدة من اللقاحات، وهذا ممكن، من دون تضافر كل هذه الجهود ووضع التمويل الملائم لذلك، سيبقى المأزق قائما. شكرا جزيلا لك من بيروت أستاذ العلاقات الدولية دكتور خطار أبو دياب.